بسرعة. سامحيني يمي، تعرضت للخطر بسببي. شو هالحكي؟ المهم انت جنبي وبخير، انا شو لسه بدي اكتر؟ انتو اغلى شي على قلبي. ونحن ما عنا اغلى منك. يلا فوتوا، تعال انت كمان. تعال عندي ابني، اقعد جنبي. اسمعني منيح وما بدي اياك تعترض على اي شيء رح اقوله. قولي لي امي. قلت لك رح تصير معك مصيبه، وشفت انه طلع معي حق، وفوق كل هاد حياتنا صارت بخطر. بس برايي اخي كرم قدر يحل الموضوع لحاله، مو هيك يا خالتي؟ اختفوا عن الأنظار لفترة قصيرة، وإذا احتجتوا لأي شيء من برا أوعكم تطلعوا. فاضل بأمن كل شيء. ماشي أخي، عندي. يلا خود السيارة على مكان ما حدا بيشوفها، بالجهة اللي ورا البيت حتى ما تضل بنص الطريق. حاضر رح أخذها. يسلموا. بس أخي في سؤال مهم عم يدور براسي هلأ، فيني أسألك يا؟ قول فاضل. من وين عم تجيب كل هالمصاري؟ شو هالسؤال هاد؟ أخي يعني أنا قصدي أنه كل يوم تجي ومعك مفتاح جديد. خير إن شاء الله. يعني هاد واحد من البيوت المفروشة اللي بتتأجر بشكل أسبوعي. ليش عم تسأل؟ أسئلة بلا طعمة يا ابني. أنا آسف. لازم روح، رح أخلص من هذا الموضوع بسرعة وبجي، وبوعدك يا أمي إنه بعدين رح نرتاح. ابني اسمع مني ولا تروح، بترجاك اسمعني لمرة واحدة بس، يعني خلي الشرطة تحل هذا الموضوع، خلينا نروح لعندهم ونشرح لهم شو صار معنا. أي والله كرم، عن جد هيك أحسن، خلينا نشرح للشرطة كل شي. الشرطة صعب هالشي، الشرطة ما بتوثق فيني، ما رح يصدقوني. انتو بتعرفوا شو صار معي. فهمت. طيب خلينا نهرب او نسافر، منبلش كل شي من جديد ومنأسس حياة جديدة. ايه انت مانك قدو لجلال يا ابني. قوليلي كيف بدنا نعيش ونحن رح نضل خايفين منه يا امي؟ انتو لا تخافوا، انا رح حل الموضوع بدون ما عرض حالي للخطر. ارتاحوا ماشي. لا تنسى اني على طول جنبك اخي، والله يعني انت شو ما احتجت بس قلي، وامت ما بدك انت بس خبرني. يلا ان شاء الله موفق اخي. اخي فاضل. ما بدي بوسك، ما بدي. دورتي كتير لحتى لقيتي لهاد. اخي بالنتيجة انت بتعرف انه انا كنت. شو اللي بعرفه؟ ولا شي اخي. انت روح هلا، انت بس روح وحارب هدول الاشرار ورجع منتصر عليهم، وانا هون ما تاكل هم. ليك ابني بعرف رح تعمل اللي براسك، وشو ما قلت لك ما رح تسمعني. ضل عندي ولد واحد وما بدي اخسره هو كمان، حاول تفهمني ابني. بوعدك ما رح تخسري، رح ارجع لك ورح يرجع كل شي تمام. لا تخافي، خاطركم.